هنا فيزياء، عندنا قسم امتحان ديالكم الجزء الثاني، صافي؟ عندنا الثانية بكالوريا العلوم الفيزيائية، والموضوع ديال العلوم الفيزيائية، صافي؟ فيزياء والكيمياء، هكا بوزي، الدرس هو مغلق. هذا فيه عامل تكافؤ الفرص، هذا هو علاش حنا هنا لتطبيق القانون في هذه المسألة. الفروق من الأجواء ضرورية لاجتياز الامتحان، نعم، ولكن نسهر أيضا على تطبيق القوانين التنظيمية لامتحانات البكالوريا. الله يرضى عليكم، جميع الشروط الموضوعية فهي متوفرة داخل الفضل. نرى الإشارة باش نخدموكم هذه المسألة باش تدوزوا الامتحان والاستحقاق ديالكم في أحسن الظروف، ولكن بالمقابل الله يرضى عليكم ما تخرجوناش، ما تخرجوش نفوسكم، ما تحطوناش وما تحطوش نفوسكم في المواقف لا نحسدوا عليها جميعا. اللي عنده شي وسيلة من وسائل ديال الغش راه القرار واضح معلق في نظامكم في اللافتة، أذكركم بجميع السبورات التوجيهية، جميع وسائل الغش ممنوعة داخل فضاء الامتحان. أوكي، الدعم المعنوي ما عرفتش نديرو لكم، باش ندخلو للقاعة كنديرلكم الدعم المعنوي، كنخوفوكم شي حاجة، ها؟ تندخلو باش نديرلكم الدعم المعنوي ونشجعوكم، ولكن ما نبغيكمش تضيعوا الجهد الكد ديال سنة كاملة، ولا نقولوا ديال ثلاث سنوات ديال الثانوي، تضيعوها في خطأ باستعمال الوسيلة الوسيلة. لتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الاسم إدريس كيسا، مدير ثانوية إدريس بن زكري، ورئيس مركز الامتحان بهذه الثانوية، وأيضا رئيس مركز التصحيح بها. بداية أشكر جريدة تيفلت بريس على المواكبة ديالها لامتحانات البكالوريا في جميع المؤسسات التعليمية بمدينة تيفلت، وعلى رأسها ثانوية إدريس بن زكري التأهيلية. انطلقت هذا الصباح هذا الامتحانات البكالوريا في القطب العلمي الخاص بالامتحان الوطني شعبة العلوم الفيزيائية. الحمد لله مرت الانطلاقة في ظروف جيدة، بحيث أن التلاميذ التحقوا منذ الصباح الباكر لمركز الامتحان والتحقوا بالقاعات ديالهم في ظروف حسنة، وهم الآن يجتازون الامتحانات ديالهم في هدوء تام. نتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه الظروف إلى نهاية الامتحان. أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المتدخلين في هذا الامتحان، من السادة المراقبين للامتحانات، السادة المراقبين، ثم السيد مراقب الإجراء، وجميع أعضاء كتابة الامتحان، بالإضافة إلى المديرية الإقليمية اللي كتشرف على تنزيل ديال هذا الامتحان. أيضا أتقدم بالشكر الجزيل للسلطات الأمنية والسلطات المحلية، الدعم ديالهم والجهودات ديالهم التي يقوموا بها لإنجاح هذه المحطة الوطنية الهامة، وشكرا لكم.
إذن صباح الخير، أنا محمد يعلو، مفتش ملاحظ في امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2022. نرحب بجريدة تيفلت بريس أو بجريدة تيفلت بريس الإلكترونية. كما هو معلوم انطلقت صباح هذا اليوم 20 يونيو 2022 امتحانات البكالوريا الخاصة بالدورة العادية لقطب العلوم. نتواجد الآن في مركز الامتحان ثانوية إدريس بن زكري بمديرية الخميسات. انطلق الامتحان في أجواء جد عادية وظروف ملائمة لنجاح أو لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وكما هو معلوم أيضا المادة الأولى لهذا الصبيحة هي مادة الفيزياء والكيمياء التي بدأت أو ستبدأ من 8 صباحا إلى 11 من نفس الصبيحة. وإذ نتمنى لجميع تلامذتنا النجاح والتوفيق إن شاء الله، فإننا كذلك نشكر إدارة المركز التي حرصت على توفير جميع الظروف المناسبة لتمكين هذا المتعلم من اجتياز الامتحان في ظروف ملائمة ومناسبة. وشكرا مرة أخرى.